ناخذ المثال اللي هو 9-2 example 9-2 في عندي هون representation للسيستم بالcontrollable canonical form فعندي هون x1 x2 x3 بيساوي عفوا x1 dot x2 dot x3 dot بيساوي a اللي هي 0 1 0 0 0 1 ناقص 6 ناقص 11 ناقص 6 اي شكل هذا كنترول بالكانونيكال فورم تذكروا انه بيكونوا الكوفيشنتس فيها يعني هون اوف دايجونال عندي واحد وهذا مضروب رح يكون مضروب في x1 x2 x3 وبي في الحاله هاي 0 0 6 مضروب في u وسي عندي او y بيساوي 1 0 0 x1 x2 x3 يعني الاوتبوت y بيساوي x1 ودي بتساوي 0 بدنا نحول هذا للدايجونال كانونيكال فورم بنطلع الايجن فاليوز الايجن فاليوز طلعناهم اصلا المره الماضيه بيطلع معي الايجن فاليوز لامدا 1 اصلا كان عندي ناقص 1 لامدا 2 ناقص 2 ولامدا 3 بتساوي ناقص 3 ولما طلعنا الايجن فيكتورز V1 طلع معي 1 ناقص 1 1 طلع معنا آسف 1 ناقص 1 1 V2 طلعت معنا 1 ناقص 2 4 V3 طلعت معنا 1 ناقص 3 9 طبعا في عدد هائل من الفيكتورز بس رح ناخذ احنا هذول اللي هم 1 لامدا لامدا تربيع 1 لامدا لامدا تربيع راح نشكل بي على الشكل التالي راح تكون 1 لامدا 1 لامدا 1 تربيع 1 لامدا 2 لامدا 2 تربيع 1 لامدا 3 لامدا 3 تربيع وهذا ما بزبط غير اذا كانوا البولز ديستينكت يعني الايجن فاليوز ديستينكت ما فيش ريبيتد ممكن يطلع ريبيتد ممكن مش هيك ممكن السيستم يكون له 2 بولز ريبيتد بولز فعندي بي هون فبي هلا رح تطلع معنا بتصير 1 ناقص 1 1 1 ناقص 2 4 1 ناقص 3 9 فبي ماينس 1 بي انفرس بي انفرس بتطلع 3 2.5 ناقص 3 ناقص 4 ناقص 1 1 1 ونص ونص وإذا ضربت الآن P minus 1 في A في P أعطينا A الجديدة مش هيك A داش الجديدة تبعت الدياجونال فورمولا بتطلع معنا وبتطلع A معنا بالحالة هاي ناقص 1 0 0 0 ناقص 2 0 0 0 ناقص اللي هم فهو فعليا السيستم الان تحول راح يطلع الريبرزنتيشن تبعته s بلس 1 s بلس 2 s بلس 3 ممكن يكون عندي كونستانت فصار عندي هاي البولز اللي هي s بتساوي ماينس 1 s بتساوي ماينس 2 s بتساوي ماينس 3 صارت عندي هي a داش الجديده b داش بتطلع معنا بي داش بدنا نضرب بي ماينس 1 في بي وبي ماينس 1 اللي هي هيها موجوده هون رح نضربها في بي بتعطيني بي الاصليه فبيطلع معنا بي الجديده بتطلع 3 ناقص 6 3 وسي بتصير 1 1 1 ايش يعني سي بتصير 1 1 1 ايش يعني سي 1 1 1 شو كانت سي بتمثل واي بتساوي سي في ايش اكس فلما سي بدل ما تكون 1 0 1 زي ما كانت في الكنترول بالكانونيكال فورم بتصير 1 1 1 معناها واي شو بتساوي اكس 1 بلس اكس 2 بلس اكس 3 اوكي ماشي وعندي
هون راح يصير هلا هون ودي طبعا هون زيرو اصلا كانت زيرو موجوده بتضلها زيرو من هون وصارت عندي هاي ال جديده وهاي بي جديده فاحنا حولنا من الشكل الاصلي للشكل الجديد نكتب هون الشكل الجديد صار عندي الان اكس دوت بيساوي ناقص 1 0 0 0 ناقص 2 0 0 0 ناقص 3 في اكس زائد بي 3 ناقص 6 3 في يو واي بتساوي 1 1 1 هذا الشكل هو نفس هذا الشكل الايجن فاليوز تبعون ايه هون ايش بيساوي ايش قيمتهم ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 والايجن فاليوز هون لازم يطلعوا كمان ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 اوكي ماشي